بالنسبة ليونت 107 راح نتحدث أيضا عن الكمباراتيف بارت 3، وهنا راح نحكي معلومات إضافية عن الكمباراتيف. اكتب لي ملاحظة يمك، تستخدم الآز؟ لا مو هيك، لا تستخدم، لا لا مو هيك، مو هيك ملاحظة، لا عفوا مو هيك. اكتب لي إذا جاءت كلمة بين الآز، إذا لقيت كلمة بين الآز. إذا جاءت كلمة أو إذا جاءت أي كلمة بين الآز، أي كلمة تجيك بين الآز لن نحولها إلى مقارنة، ركز عليها ملاحظة مهمة. إذا جيت أي إذا جتك أي كلمة بين الآز لا تحولها لمقارنة. شوف جاك isn't as old as he looked. as well يعني دائما الكلمة اللي تجيك بين الاز والاز لا تخليها مقارنة، هاي الملاحظة الأولى. طبعا عادة إذا جتك السو والاز نفس الشيء، يعني از از او سو از نفس الشيء. المهم انت من تلقى سو از او از سو، يعني من تلقى كلمه جايه بين الاس لاز س از سو لا تسويها اي شيء، لا تسويها مقارنه. طيب اكتب لي بعد ملاحظة أخرى، كذلك less والذان، أيضا إذا جتك كلمة بنص less والذان، less وذان منا ومنا نفس الشيء، نفس الشيء إذا جاءت، إذا جاءت أي كلمة بين less والذان لن نحولها إلى مقارنة، ما راح نحولها المقارنة، تبقى هي هي. زين وهاي الأمثلة قدامك. The city center was less crowded than less than. هذا الكلمتين ايش سوينا لهن؟ خلينا لهن less than بدون مقارنة بالنص. أمثلة أخرى as faster as much as soon as كلها مقارنة. As expensive as big as. وهنا هم يقول لك عادة تقول twice as. معلومات يعني حقيقة ما نحتاجها ولا أي شيء بها فائدة مهم. وعادي نقدر أقول the same as. أكو تركيب اسمه the same as يعني عادي. هذني كل تراكيب ما بيهن أي شيء، لا تتعب نفسك ولا أي شيء، تحفظ بس اللي أقول لك عليهن. هنا the same as يعني خاف يجيك جملة مثلا يقول لك بيها the same as وانت هنا تحير، عادي صح مو مشكلة. هاي حشو الله شاهد، انا اتحمل مسؤولية والله لا تقراها، واذا اجتك بالامتحان عاتبني عليه. بس الشغلات اللي قاعد انطيك اياها هاي اكثر شيء راح يخطئك، يجيب لك مثلا as fast as ويجيب لك بين قوسين يقول لك as fast لو faster لو fastest، انت انا ايش راح تسوي؟ راح تختار فاست اكثر شيء يجيب لك اياه بالامتحان هيك، او ترتيب مثلا يخربط لك اياه وانت ترتبها، لازم تخلي الاز وهنا والفاست بس لا اكثر ولا اقل، وانا اتحمل مسؤوليه والله العظيم.
كتبوا لي ايضا ملاحظة اخيرة، يمكن استخدام ضمائر المفعول به بعد الذان او بعد الاز. بعد الذان والاز اقدر استخدم ضمائر المفعول به ذان، از، از مي، از هير، از شيز، از ايام، عادي اقدر استخدم ورا ذول الاثنين ضمائر. يمكن استخدام، انتبهوا عليهن يعني، ترى راح ناخذ النوب ادوات اخرى، هاي الادوات عكس ذوله، فهنا هو راح يخربطك ويا غير يونت، مو يا هذا اليونت. هذا اليونت تشوفه سهل، انت ما مصدق، معقول هذا اليونت سهل؟ ما منصدم، ما متوقع، صحيح فعلا سهل وما تتوقع، صحيح هو اصلا سهل، بس هو ما راح يجيب لك اياه بهيك شغل، لا يجيب لك اياه بيونت اخر ويربط لك اياه. راح نشوف اكو ادوات مثلا ما يصير تاخذ هذا الشكل، انت لازم تميز، لازم تعرف بانه الذان يجي وراها مي، يجي وراها ضمائر عادي، ولكن راح تاخذ النوب ادوات ما يصير تاخذ وراها ضمائر وراح يخربطك هو، فانت لازم تحفظ كل كلمات كل يونت وركز بيهن زين. هذا بالنسبة ليونت 107.